الو كويس ان انا لقيتك صاحي، كنت هزعل قوي لو صحيتك من النوم. فرح، ازيك يا فرح؟ لا لا طبعا مبسوط ان انا بسمع صوتك. لا خالص انا ما بنامش دلوقتي اصلا. لا ما تشغليش بالك انت، دي حاجه بسيطه هتروح على طول. المهم انت عامله ايه وهتيجي امتى؟ ما هو ده اللي خلاني اكلمك متأخر كده، حصل ظروف وهتأخر اسبوع كمان. معقول ده يا فرح؟ طب والفيلم؟ ده انا سامع ان هم هيبداوا تصوير يوم الثلاث وان انت اول يوم معاه. مش هينفع يا نجمه. هو ايه اللي مش هينفع؟ تصوير الفيلم. انهي فيلم؟ مراد الزهيري. ايه؟ انا على ما اعتقد ودانك 100% مش كده؟ بس ده كلام ما يتصدقش. اوامر اوامر غريبة شوية بس هي أوامر. طب ليه؟ بعدين راح تعرفي كل شيء. هلا نحن بحاجة كل دقيقة. بكرة الفرقة راح تسافر. وراح يفضلنا الجو وراح يكون مناسب كتير مشان ننفذ عمليتنا. مشان ما حدا يضايقنا. أيوة بس. بس شو؟ راح ترفضي تنفذي الأوامر؟ مستر مروان أرجوك افهمني. الناس هتستقبل خبر اعتذاري على الفيلم ده إزاي؟ ما تخافيش. بعدين هني شو يعني بلغوكي عن موعد التصوير؟ التصوير يوم الثلاثة الجاي، واكيد زمانهم بعتوا الاوردر على البيت. ما تقلقيش ما وصلش. حتى لو وصل، حتى لو وصل ازاي؟ انا مضي عقود وعليا التزامات. لو في شرط بمليون جنيه راح يندفع. ما تقلقيش خلاص. اشرب. ايه دي؟ مش فاكرني ولا ايه؟ لا حقيقة بشبي لطيف لبيب مندوب الدكتور مازن. اهلا اهلا بيك. اهلا وسهلا. ليه؟ مش هتمسكها؟ لا لا لا، دي الامانه اللي كان طالبها مستر مروان من الدكتور مازن. بالظبط النوعيه اللي طلبها وبالميلي جرام. هايل هايل جدا. ممكن اشوفه؟ لا هو في الحقيقه عنده اجتماع مهم. انا افضل انك تعدي على الحسابات. مستر مروان موصي على الشيك بالمبلغ كله مش جزء منه. انت شايف كده؟ اصل الاجتماع جوه خطير وممكن يتاخر. وهتقابله بس هتتاخر قوي، فانا عشان بحبك جايب لك من الاخر المفيد. اوكي صبري، حسابات فين؟ ثالث مكتب على يمينك، مش هتتأخر، الشيك جاهز. اوكي مع السلامة. مع السلامة. ألف سلام. مع السلامة. أو بقى طمني بالتليفون. ها مسيو صبري. مو هلا مو هلا. حاضر، نسيب البرنس يعيش مع نفسه ويشرع الحدوتة. صبر حلو. هذا الشيء اللي راح يصير بعد ما تطلع الفرقة على المطار، مفهوم؟ مفهوم. ليش هيك عم بتقوليها هيك من دون نفس؟ لا ابدا، انا بس مركزه مع الكلام. انت حتى مش عايزه تبصيلي. هو شكلي صعب للدرجه دي؟ لا بس انا. بس شو؟ اول مره بعرف انه انت خجوله لهالدرجه. اعذرني يا مستر مروان، انا رقبتي محطوطه تحت السكينه بحاجه ماليش اي ذنب فيها. انسي. انسى؟ انسى ازاي؟ انسى اللي فات ولا انسى اللي انا فيه ولا انسى اللي جاي؟ يعني اي شيء بيحسسك بتوتر ارميه ورا ظهرك. ايه خليه يفوت. انا اسف سيادتك، الدواء اللي طلبته وصل. سيبه على مني. أوامرك. دواء ايه؟ سلامتك. لا ما تقلقيش، ده شوية دلع بس. قومي انتي مشان تلحقي وقتك. صبري. أفندم. خد فرح ودير بالك عليها كتير. ووصي مدلين عليها كمان، ايه؟ عناية يا فندم. دير بالك على حالك. حاضر. خد لك. يا مستر مروان. جود لك. تفضل. دي أول حاجة تثبت إن أنت كفاءة متميزة يا حياة. متشكرة جدا يا فندم، يعني حضرتك فعلا اتأكدت من جدية المذكرة؟ طبعا. لما استدعيت الأستاذ حسين عشان أسأله في الواقعة
حسيت انه مهزوز ومش قادر يديني اي اجابه واضحه. واضح كده ان المساله وراها سر. انا شايف كده. طب ويا ترى يا فندم ان شاء الله التحقيق هيتفتح امتى؟ لما ندعم موقفنا بحاجات اقوى قدام المدير العام. حاجات زي ايه يا فندم؟ انا قررت ان انا اشكل منكم لجنه انتوا الاثنين عشان تعملوا لي جرد سريع على مخزن قطع الغيار عشان نعرف موقفه ايه على الطبيعه ونطبقه بالمستندات. واكيد يا فندم لما هنطبق النتائج دي بالشكل اللي عندي ساعتها هيبقى موقفنا اقوى وان شاء الله التحقيقات هتبقى في صالحنا. بالظبط كده. واحنا جاهزين يا فندم ومش من بكره، من النهارده ان شاء الله. رائع. قايل يا مروان يا نعيم احنا كده ماشيين كويس قوي، كله بالملي وبالخطوه ووفق الجدول الزمني المطلوب. بس المادة دي ما تخافش، المادة ما تخافش منها أبدا. يعني مضمونة؟ دي رابع مرة تستخدم فيها السنة دي وفي أماكن مختلفة من العالم. على فكرة آخر مرة كانت في كولومبيا. اتس اوكي. بص دكتور مازن هو اللي اخترعها وزكاريلي أشرف على إنتاجها واللي نفذوها أحسن ناس في العالم. الخطأ مش مسموح أبدا في قاموس. طارق فرح اتضايقت جدا لما عرفت في موضوع الفيلم. بكره تفهم يا ابني، موضوع الفيلم ده اصلا ضدنا واحنا عندنا تعليمات واضحه وصريحه ان احنا نحارب النوعيه دي من الافلام. كون الافلام دي تدخل مسابقات مهرجانات تاخد جوائز ماشي، النقاد يكتبوا عنها كويس ماشي، انما تنزل السوق وتنجح وتجيب ايرادات كبيره وجمهور كتير يشوفها اتس نو غير مطلوب. والا ساعتها يا مروان يا نعيم هنبقى بنحارب نفسنا. مالها وبالي؟ لسه هتغيبي اسبوع تاني يا فروحه؟ يا بنت حرام عليك يا بنت، بلاش بقى البرامج دي والحركات، ده البيت ملوش طعم من غيرك، واختك هتتجنن نفسها تشوفك وتسمع صوتك حالا. والنبي كلمها بس يا عمتي. خدي يا اختي كلمي. ايوه يا فروح وحشتيني قوي. والله العظيم يا حبيبتي انتوا كمان وحشيني اكتر، بس اعمل ايه، ما هو ده شغل. عمتك مش راضيه تفهم ولا راضيه تقدر ان انا ما اقدرش اقول للشغل لا ولا اقف قصاد مصلحتي. انا عارفه يا حبيبتي ان انا مقصره معاكي، بس والله العظيم خلاص انا مش هاخرك اكتر من كده. اتفقي انت مع ابراهيم وقولي لي وانا موافقه على اي حاجه تتفقوا عليها. يا حبيبتي انا مش عايزه اي حاجه غير انك توصلي لنا بالسلامه وتنوري بيتك من تاني. بتقولي امتى؟ طب يا حبيبتي توصلي على الف خير. خلي بالك من نفسك يا فرح. لا اله الا الله يا حبيبتي.